السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير رسول الله. بنرحب بحضراتكم معانا في حلقة جديدة من برنامجكم الله يحبه. النهاردة معادنا مع صنف جديد من الأصناف اللي ربنا عز وجل بيحب أصحابها. مين هم الصنف ده؟ تعالوا نتعرف عليهم. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. كما سمعتم، إن الله يحب المتوكلين، ربنا يجعلنا وإياكم منهم. يعني إيه بقى متوكل وما هو التوكل؟ إيه الموضوع ده؟ في البداية المتوكل في اللغة، أهل العرب كانوا بيقولوا متوكل معناها أن شخص وكل شخص آخر أن ينوب عنه في أعماله. يعني يقول أنا وكلت فلان، يعني قلت أن فلان ده أنا هو اللي هيقوم بالأعمال بتاعتي، وفوضت له كل أعمالي هو يقوم بها. وإلى المثل الأعلى، ده وضع وحال المتوكل مع الله عز وجل، أنه وكل الله عز وجل في كل أمره. والصفة دي لو دخلت جواك هتلاقي حياتك بقت مريحة جدا جدا جدا. ليه؟ مش حضرتك وأنا وكل مسلم مؤمن أن الله عز وجل قادر على كل خلقه، وأن قدرته نافذة في جميع خلقه؟ مش مختلفين على كده؟ ومش كلنا مؤمنين أن ما من شيء يجري في هذا الكون إلا بإرادته وعلمه سبحانه وتعالى؟ لما أنت يدخلك الشعور ده تحزن ليه بقى؟ تيجي لك أي مشكلة، أنت من جواك مبيبقاش عندك أي قلق. ليه؟ لأن أنا موكل ربنا سبحانه وتعالى أن هو يحل المشكلة دي، وعندي يقين أن الله عز وجل قادر. أعظم مشكلة في حياتك ممكن تكون إيه؟ إنسان يعني عنده ملكوت الدنيا كلها وبيظلمك ومفيش في إيدك أي حاجة، طب هعمل إيه؟ طب أتصرف إزاي؟ تلاقي نفسك قاعد في يأس وحزن وكرب وكذا وكذا، مع إن ببساطة جدا ممكن أقول لحضرتك الشخص المتكبر ده، الظالم اللي بيظلمك، أمره بسيط جدا. الله عز وجل يأمر ملك الموت اقبض روح فلان، يقبض، بس انتهى الموضوع بمنتهى البساطة. فالأمر عند الله عز وجل هين جدا، أهون مما تتصور. لذلك تبقى أنت في حياتك ما تزعلش بقى، وخلي عندك دائما إيمان إن كل اللي بيحصل لك خير. مش لازم يحصل لك يعني مصيبة وبعدين ترى الوجه الخير وبعدين تقول الحمد لله، لا، قول الحمد لله من الأول. يعني أدي حضرتك مثال بسيط حصل معايا أنا شخصيا. أنا الحمد لله من النوع اللي بحب أحترم مواعيدي قوي، يعني قوي. لو مثلا قعدنا الساعة 2 يبقى 2 مش 2 و5. فكنت وأنا في آخر سنة في الكلية في مشروع التخرج، كنا بنتجمع أنا وزمايلي بنعمل المشروع. فكنت كل مرة هما حد يتأخر ربع ساعة، حد يتأخر نص ساعة، فأقعد أقول لهم يا جماعة ما ينفعش تأخروا ومش عارف إيه وإيه، كل مرة كان في موضوع المواعيد ده. فسبحان الله جيت في يوم نازل من البيت عشان أركب وأروح، سبحان الله ما لقيتش مواصلات. كان ميعادنا الساعة 6 وأنا واقف حوالي الساعة 5:30، بيني وبينه حوالي ربع ساعة بالميكروباص، ومفيش مواصلات خالص. المهم سبحان الله إيه، جه ميكروباص من بعيد كده، فبروح بسرعة عشان أركب. فالناس يعني إيه اتجمعت بسرعة ومالت الميكروباص، ما عادش غير مكان واحد. فلسه رايح اركب لقيت واحد جه من ورايا جاري وقام راح ركب مكاني. انا وقفت بقى متضايق جدا يعني، وقعدت بقى نفسي اقول ايه، هروح دلوقتي بقى متاخر، هيقعدوا يقولوا بقى انت عملت وجعنا دماغنا في المواعيد، وانت نفسك ما تجيش بدري، وانت مش عارف. كنت متضايق جدا الموضوع ده، وانا عمال اقول لنفسي يعني انا يلوموني على المواعيد وانا نازل بدري ويعني ما قصرتش. المهم سبحان الله يعني شويه وجي ميكروباص تاني وركبت، بس كانت الساعه مثلا بقت 6:30. مشينا شويه وبعدين لقيت الطريق واقف، انا عمال اقول في ايه يا جماعه اللي بيحصل. فنزلت اسال يا جماعه الطريق واقف ليه؟ محدش عارف، واقف بقى مسافه طويله، كان على الدائري. المهم نزلت اتمشى كده قدام قدام قدام، لقيت ايه بقى؟ لقيت عربيه مقطوره دخلت في ميكروباص، وكل اللي في الميكروباص ماتوا. عارفين الميكروباص ده ايه؟ ايوه هو ده الميكروباص اللي انا كنت بجري عشان اركبه الاول. انا وقفت قدام الميكروباص كده يعني ما عرفتش اتكلم، ما عرفتش اقول ايه، اعمل ايه. بس رجعت بعدها اقول ايه، مش احنا قلنا لك ان كل شيء في الكون بقدر الله عز وجل؟ كان لازم انا ساعه ده ما يحصل اقول لنفسي الحمد لله، واكيد في خير انا مش عارف، اكيد الموقف اللي بيحصل ده فيه خير انا مش شايفه، اكيد بلا شك. ممكن اكون انا مش عارفه دلوقتي بس قدام هيبان، زي ما حصل في قصه سيدنا موسى والخضر. سيدنا موسى كان يعني يتعجل لاجابه السؤال ويستغرب من افعال الخضر، وفي نهايه القصه وجد ان كل شيء كان بحكمه سبحان الله يعني. فاذا من علامات التوكل لما يعني تتملك منك انك ترضى بكل قضاء الله عز وجل، وتكون الدنيا عندك هينه جدا وما عندكش اي مشكله.
ما فيش اي مشكله بتضرك في اي حاجه. الامر الثالث احنا عايزين نعلمك بقى، دي مشكله دايما الناس بتقع فيها، فرق بين التوكل والتواكل. ايه بقى التوكل والتواكل وقصه الموضوع ده؟ وسمعنا عنه قصص كتير. ببساطه التوكل معناها انك بتاخد بالاسباب وتترك الامر كله الى الله عز وجل. ازاي؟ ادي حضرتك مثال بسيط. ربنا امر المسلمين لما يكون في معركه في جهاد، في معركه او في كده، طلب منهم امرين، ان هم يستعدوا بالقوه العسكريه، وان يكون يعني ايمانهم في حاله قويه وحاله عاليه. ووعد المسلمين لما تستعدوا كويس وايمانكم يكون كويس هتنتصر، خلاص ده وعد من الله عز وجل. فانت دورك كمسلم يكون في معركه تعمل ايه؟ تستعد باقصى طاقه ويبقى عندك يقين وايمان بالله عز وجل في اعلى درجاته. حصل الكلام ده فين؟ حصل في معركه بدر. معركه بدر المسلمين كانوا عند بئر بدر، وبعدين جاء احد العرب اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان قريش خرجت لتهاجمهم. فكان الصحابه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان عددهم قليل واسلحتهم قليله، بس هو ربنا طلب منهم الامرين دول، ان هم يكون استعدادهم على الحرب موجود ودرجه الايمان عاليه. فطبعا درجه ايمان الصحابه عاليه. واما من حيث المعركه، النبي صلى الله عليه وسلم بدا يستشير اصحابه ويرتبوا صفوفهم ويقفوا هنا ويقفوا هنا، كانت النتيجه انتصر المسلمين. خلاص هو ربنا امرك بكده انك تعمل دول، وربنا عز وجل عليه النصر. حصل نفس الامر في غزوه احد. ايه اللي في غزوه احد؟ المسلمين كانوا في المدينه، وبعدين علموا ان قريش جاءت لتهاجم المسلمين في المدينه، فالنبي صلى الله عليه وسلم خد اراء الصحابه، فالصحابه اقترحوا عليه ان هم يخرجوا من خارج المدينه يدافعوا عن المدينه. خلاص خرجوا، ابتدوا ينظموا صفوفهم، والنبي صلى الله عليه وسلم امر بعض الرماة ان هم يقفوا فوق الجبل بحيث يبقوا في مكان عالي فيقدروا يقتلوا المشركين من فوق الجبل، وامرهم ان هم ما ينزلوش من على الجبل الا لما النبي صلى الله عليه وسلم يامرهم، طول ما النبي ما قال لهمش تنزلوا ما ينزلوش. فده كده الاستعداد العسكري. والحاله الامنيه كانوا كلهم في درجه ايمانيه عاليه. طيب وبدات المعركه، كانت ايه النتيجه؟ المسلمين منتصرين ومفيش اي مشكله، لحد ما ايه اللي حصل؟ لحد ما الرماة ظنوا ان المعركه انتهت فنزلوا من على الجبل، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش امرهم ينزلوا، والنبي قبل المعركه ما تبدا قال لهم ما تنزلوش الا لما انا اقول لكم انزلوا. فما نزل خلاص في شرط اختل فيهم، فحصل ايه؟ المسلمين هزموا. فدي كان رساله الله عز وجل يوجهها لعموم المسلمين، ان ربنا بيقول لك التوكل معناه انك تعمل اللي عليك على اقصى درجه، وبعد كده خلاص تترك الامر كله لله سبحانه وتعالى. عشان كده حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما في مره احد الصحابه مرض وراح يزوره، ايه اللي حصل؟ عرف انه مرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم عايز يزوره، عمل ايه؟ لبس وابتدى يخرج من البيت عشان يروح يزوره، فخلاص خد بأذن منه وخرج. وبعدين هو خارج من البيت قال ايه؟ بسم الله توكلت على الله. خلاص يبقى هو خد بأذن الدنيا ان هو رايح له، وبعد كده ترك الامر كله لله عز وجل انه توكل على الله. فهو ده التوكل. زي ما اعرابي سال النبي صلى الله عليه وسلم عن كان معاه يعني حاجه زي جمل، فبيسال النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها ام اتوكل؟ يعني بقول له النبي صلى الله عليه وسلم الجمل اللي معايا ده انا رايح اخد حاجتي، اربطه في جذع نخله عشان ما يجريش ولا اتوكل على الله؟ فالنبي قال له ايه؟ قال له اعقلها وتوكل، لا اربطه وبعد كده توكل في امرك كله على الله سبحانه وتعالى. فاذا كان درس من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الاعرابي انك تاخد باسباب الدنيا وانك تربط الجمل والامر كله الى الله عز وجل. دي كانت صفة التوكل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتوكلين عليه سبحانه وتعالى، وأن يرزقنا حبه. سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا.